گلی باکری و جلاد سوری این بیگلی فخست القربان پا دام شندن دم کوکی نقوم اليوم بتشييع كوكب من الشهداء، ثلاثة شهداء استهدفهم الطيران التركي بالأمس، وهم من الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، الرئاسة المشتركة لمقاطعة القامشلو ونائبة والسائق. حقيقة الأمر يأتي هذا الاستهداف في ظل السياسة التركية الممنهجة اتجاه هذه المنطقة. زرکی مورالی می بشکینه چه ما دی بیجی نکار بب شهید های غرگنی شهید این بخوش گرن دنیا پیوشت امره ندن امره ندن کسین کو كذلك تتحمل السلطة في دمشق والنظام في دمشق المسؤولية الكبرى عندما تتحدث عن السيادة. هناك انتهاك للسيادة السورية من خلال الطيران ومن خلال القصف. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الدولة التركية، هذه الهجمات مستمرة بشكل يومي وازدادت من وتيرتها، بالأخص بموضوع مع قرب عقد اجتماع أسيتانا. نحن نعلم اجتماع أسيتانا دائما يكون نتائجها في موضوع استهداف مناطق شمال شرق سوريا، موضوع الإدارة الذاتية.